السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد خاص بالجيد في الرياضيات المستوى الرابع. ستجدون في هذا الفيديو التمارين الموجودة في صفحة 66، أي يعني التمارين الخاصة بأسبوع تقويم التعلمات ودعمها وتوليفها، يعني تقويم تعلمات الوحدة الثالثة. نبدأ على بركة الله بالتمرين الأول. إذن أضع أحدد الوضع الصحيح لحساب 305 مضروبة في 72 ثم أكمل الإنجاز. إذن عندنا هنا الوضع الصحيح الجزء الأول بحال إذن شنو كان؟ جوج في 3 6، جوج في 0 0، جوج في 5 10 صحيح، ولكن هنا ما كنضربوش 7، نضربو 70، لذلك كنحتاج واحد الصفر ولا واحد الفراغ هنا وهذه خاطئة. ثم نمر إلى هنا، هذا الجزء الصحيح هنا 70 في 3، نخليو هاد لو فيد ولا صفر صحيح، ثم هنا 7 في 3 21، اكتبوا الواحد واحتفظوا بالاثنان صحيحه. 7 في 0 0 والاثنان 2، و7 في 5 تساوي 35، اذا هذه صحيحه. 6 زائد لا شيء تساوي 6، 0 زائد 1 يساوي 1، 0 زائد 2 يساوي 2، 1 زائد 5 يساوي 6، 6 زائد لا شيء يساوي 3 زائد لا شيء تساوي 3. بالنسبة لهذا وضع خاطئ، إذا الوضع الصحيح هو هذا وحنا أنجزنا العملية. نمر إلى التمرين رقم 2، أرسم على دفتري صورة المعين ABC بالإزاحة. ماذا نقصد بالإزاحة؟ هو هذا الشكل كنقطو كنجرو لواحد البلاصة أخرى، لا نغير شكله، لا نغير أبعاده، لا يتغير يعني موضعه أو الطريقة باش الموضوع. إذا عطينا بإزاحة قنوها، وتلا 4 نحو اليمين وثلاثة نحو الأعلى. نبداو بالنقطة أ، فاش كنديرو الإزاحة نرسم إزاحة النقط أ. بواحد اثنان ثلاثة أربعة، ثم نحو الأعلى ثلاثة، واحد اثنان ثلاثة، إذا هذه أ بريم مثلا. ثم إزاحة النقطة بي، واحد اثنان ثلاثة أربعة، ثم ثلاثة إلى الأعلى، واحد اثنان ثلاثة، هنا النقطة بي بريم مثلا. ثم النقطة دي، واحد اثنان ثلاثة أربعة، أربعة وثلاثة إلى الأعلى، واحد اثنان ثلاثة، إذا هذه النقطة دي بريم. ثم أخيرا النقطة سي، واحد اثنان ثلاثة أربعة، وثلاثة نحو الأعلى، واحد اثنان ثلاثة، وهنا سي بريم. وسنقوم بالربط أو لا إيصال هذه النقط ببعضها البعض. من طبيعة الحال نتوما غادي تستخدموا المسطرة، أنا لكي لا أطيل الفيديو أكثر سمتاير باليد ديالي. ثم نمر إلى الإزاحة الثانية التي قنها 4 نحو الأسفل ثم 5 نحو اليمين. إذا هذه الإزاحة واش يمكننا نديروها هنا؟ نجربو. أ 4 نحو الأسفل، 1 2 3 4، إذا 4 و 5 نحو اليمين، 1 2 3 4 5، إذا هنا غتكون عندي أ مثلا 1. ثم بي 1، سنحسب 1 2 ثلاثة، يعني ما يمكنليش نرسم هذيك الإزاحة الثانية. نمر إلى تمرين رقم 3، أكتب الجداءات التي تبين أن العدد 64 مضاعف للعدد 16، إذا غادي نكتبو 64 تساوي 16 في ماذا؟ إذا في 4، لأن 4 في 6 تساوي 24، أكتبوا الأربعة واحتفظوا بالإثنان، و 4 في 1 4 والإثنان 6، إذا 64 تساوي 16 في 4. العدد 80 مضاعف للعدد 20، نعم لأن 80 تساوي 20 دائما في 4، 4 في 2 8 و 0 80. ثم العدد 60 مضاعف للعدد 12، 60 تساوي 12 في 5، باش نتأكد 5 في 2 10، و 5 في 1 5 والاحتفاظ 6. ثم العدد 275 مضاعف للعدد 25، إذا سنكتب 275 تساوي 25 في ماذا؟ رد البال، هنا غادي نخدمو القواعد أو التقنيات ديال، إلا عرفنا إلا درنا 2 زائد 5 تعطينا 7 وضعناها في الوسط، إذا 25 مضروبة في 11. هنا قبل ما نقوم برفقة سواء التلاميذ ديالي أو للأبناء ديالي بهذه التمارين الخاصة بتقويم
تقويم يقدر هذه الحصه الاولى نديرها معاهم مباشره، لان اودو اذا غنجيب الابن ديالي غنحطو غادي نعطيه التمارين يخدمهم، ما غاديش نوجهه، لان الهدف ديالي من هذا التقويم هو نعرف شنو اللي مكتسب وشنو اللي خاصه. من بعد خاصني عاد نعاود نراجع معاه مكامن الخطا ديالو، نصحح له الاخطاء، نعاود نثبت له دوك القواعد، عاد نقوم بالانشطه ديال الحصه المواليه. اذا اكمل بكتابه الوحده المناسبه مكان النقاط، لهذا ما كنعطيش تفسيرات، كنعطي الجواب مباشره لان هذا مجرد تقويم حتى للدعم. اذا عندنا الجرام، الكيلوغرام، الطن. كتله برتقاله واحده غادي تكون 200 غرام، لان ما يمكنش برتقاله ليمونه واحده غادي تكون عندنا برتقاله غادي تكون عندنا فيها 200 كيلوغرام او 200 طن. اذا هنا 200 غرام. كتله قلم اكيد الغرام 10 غرام. كتله شاحنه 4 طن. كتله خبز هو 125 غرام، وكتلة كيس من الإسمنت هو 50 كيلوغرام. نمر الآن إلى التمرين رقم 5، أضع وأنجز. إذا مطلوب مني الوضع. هنا إذا كنت لاحظت عند الإبن ديالي أو التلاميذ ديالي الخلل في الضرب في الأول، خصني نحاول نذكر بالقواعد وبالتقنية على حقها وطريقة، عاد نعطيهم التمرين رقم 5 أو نطالبهم بإنجاز التمرين رقم 5. إذا نبدأ 24، 124 في 12. نبدأ بالوحدات، كنضربوا الوحدات فيهم كاملين. إذا هكا كنفسر لي ولو أنها تكون عملية بسيطة. 2 في 4 تساوي 8، 2 في 2 4، 2 في 1 2. هنا بحال كنضربوا 10 في 40، إذا 10 في 4 40، إذا صفر وأكتب الأربعة، يعني لأن إلا جيت نضرب أي عدد في 10 شنو كندير؟ كنضرب في واحد، كنكتب العدد ونزيد الصفر. هادشي اللي غادي ندير، غنكتب الصفر باش نتخلص منه. 1 في 4 4، 1 في 2 2، 1 في 1 1. وهنا خصني ندير عمليه الجمع. الخطا اللي كيطيحوا فيه التلاميذ عندنا هنا هو انه ما كيكتبش مثلا هنا الوحده تحت من الوحدات والعشره تحت من العشرات، وبالتالي حتى فاش كيكون حافظ جدول الضرب يرتكب خطا في الوضع، وبالتالي العمليه الجمع كتكون خطا والنتيجه النهائيه كتكون عنده خطا. يعني حتى دوك المسائل اللي بسيطه نثبتهم مع الابناء ديالنا او مع التلاميذ. اذا 8 زائد 0 تساوي 8، 4 زائد 4 تساوي 8، 2 زائد 2 تساوي 4، 1 زائد لا شيء 1. اذا هذه العمليه هي 1488. اذا 1488. بالنسبه للعمليه الثانيه اللي هي 769 مضروبه في 38. 8 في 9 تساوي 72، أكتب الإثنان وأحتفظ بالسبعة. 8 في 6 تساوي 48، والسبعة تساوي 55. ثم 8 في 7 تساوي 56، والخمسة 61 نقطة. 3 في 5 أولى الصفر أولى نخليها فارغة. 3 في 8 في 9 تساوي 27، أكتب السبعة وأحتفظ بالإثنان. 3 في 6 تساوي 18 والإثنان 20، أكتب الصفر وأحتفظ بالإثنان. 3 في 7 تساوي 21 والإثنان 23. 2 12، يعني هنا الجمع 7 زائد 5 12، 2 9 2. إذا هنا الجداء هو 29222. طب 6، ألاحظوا قواسم، أكتب قواسم العددين 20 و 12. إذا 20 يمكن كتابتها على شكل ماذا؟ 20 تساوي 1 في 20. 20 عندها تقبل القسمة على 2 وبالتالي تكتب على شكل 2 في 10. 20 تساوي 4 مضروبة في 5. ثم إذا هنا شنو هما قواسم العدد 20؟ هما 1 2 4 5 10 20. ننتقل إلى قواسم العدد 12، نكتب 12 على هذا الشكل 1 في 12. 12 تساوي 2 في 6. 12 تساوي 3 في 4. وبالتالي قواسم هذين العددين هما، هذا العدد هو 1 2 3 4 6 12. إذا القواسم ديال هاد العددين بجوج شنو هما؟
إذا عندنا بالنسبة واحد، إذا قاسم قواسم العددين شنو هما المشتركة؟ واحد كاين هنا وواحد هنا، إذا عندنا جوج كذلك سأكتبها هنا. ثم ثلاثة ما كايناش إذا ما غاديش نكتبها، أربعة كاينة هنا وكاينة هنا إذا أربعة. ثم خمسة هنا ما كايناش هنا، ستة هنا، 12، إذا هادو هما القواسم العددين في نفس الوقت 12 و20. إذا القاسم المشترك الأكبر شنو هو؟ هو أربعة. ننتقل الآن إلى التمرين ألاحظ دوران الشكل من المرحلة واحد، هنا كان في المرحلة واحد وهنا دار أصبح في المرحلة اثنان. جزء إذا شنو هو؟ جزء الدورة هو كم دار هذا الشكل. إذا إلا خدينا من هذه النقطة لهذه النقطة سنلاحظ أنه دار ربع دورة، إذا دار ربع دورة. ألون الزاوية القائمة في الشكل المركب، إذا عندي الزاوية القائمة هنا مع هذا، إذا هنا تكون عندي هذه زاوية قائمة، وإلا خديت هذا يعني بي مع هذا تكون عندي حتى هذه زاوية قائمة. نمر الآن إلى التمرين رقم 8. بالنسبة للتمرين رقم 8 أكتب المضاعفات الأصغر من 25 للعددين 6 و 8. إذا غادي باش نوضح، إذا مضاعفات العدد 6 سأكتب هنا 6، 6 هما اللي يكونوا الفوق و 8 غادي نكتبهم لتحت. إذا المضاعف المشترك لدى جميع الأعداد هو 0، 6، 12، 18، ثم 24. ننتقل إلى 8، 0، 8، 16، 24. إذا دابا المضاعف المشترك الأصغر، أصغر هذه المضاعفات وهو مشترك ما بين 6 و 8 يعني باستثناء الصفر، إذا غادي نلقاو هو 24. تمرين رقم 9 أكتب العدد المناسب مكان النقط، إذا نبداو على بركة الله باش نكتبوه خصنا نحتاجو لجدول التحويلات اللي هو الميليغرام، السنتيغرام، الديسيغرام، الغرام، الديكاغرام، الهكتوغرام، الكيلوغرام. نبدأ على بركة الله بالأول، واحد غرام جوج سنتيغرام، واحد غرام جوج سنتيغرام، مطلوب مني تحويلها إلى سنتيغرام، إذا باش نقرا هذا العدد نضيف صفر، إذا 102، 102، ثم واحد غرام خمسة ديسيغرام، واحد غرام في الخانة وخمسة ديسيغرام، نود تحويلها إلى الميليغرام، إذا غادي نوصلها لهنا بالأصفار، 1500. واحد طن نحوله إلى الكيلوغرام، ما كملش عندنا عشرات الكيلوغرام، القنطار ثم الطن، إذا واحد طن نحوله إلى الكيلوغرام إلى هنا، وبالتالي سأضيف صفر هنا صفر هنا صفر هنا، إذا 1000. بعد ذلك واحد قنطار نحوله إلى الكيلوغرام، إذا هذا القنطار سأضع واحد أحوله إلى هنا تساوي 100 كيلوغرام، واحد قنطار هو 100 كيلوغرام. 700 كيلوغرام نحولها إلى الكيلوغرام، 700 ماذا؟ كيلوغرام، نحولها إلى القنطار، إذا سأبحث عن الخانة هنا، 7.00 هي 7. وأخيرا واحد كيلوغرام إلى الجرام، 1000، هذه خصو يكون حافظها التلميذ، واحد كيلوغرام نحولها إلى الجرام، 1000.